شكرا ليك كابتن محمد وتحياتي ليك وتحياتي لضيوفك الكرام في الاستوديو كابتن ربيع ياسين كابتن محمد يوسف كابتن عادل عبد الرحمن كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان بتتواصل التغطيه والمتابعه الحصريه من داخل فندق اقامه فريق النادي الاهلي وقبل المحاضره الرئيسيه بالتاكيد هناك جديد لدينا داخل فريق النادي الاهلي يمكن الجزء الاهم في هذه اللحظات وتحديدا عقب تناول اللاعبين لوجبه الغداء مساله الخطابات الرسميه التي وصلت للنادي الاهلي من الاتحادات الافريقيه تحديدا الاتحاد النيجيري والاتحاد التونسي وخلال 48 ساعه ينتظر ايضا خطاب من الاتحاد المغربي بشان لاعبي النادي الاهلي الدوليين الذين سينضموا لمنتخباتهم خلال المرحله القادمه خلال الاجنده الدوليه عقب مباراه امام مونانا الجابوني. يمكن ابدا جونيور اجايي في تصريح خاص لينا لقناه الاهلي سعادته بهذا الاختيار في هذه اللحظات وقال ان هذا الاختيار بالتاكيد يعني ابدى سعاده لي وكمان كان داخل فريق النادي الاهلي لاعبي النادي الاهلي كان سعداء باختيار جونيور اجايي في منتخب نيجيريا وكان في احتفاليه بسيطه من لاعبي النادي الاهلي مع اجايي انه تم اختياره في توقيت مهم جدا لانها الاجنده قبل الاخيره الدوليه قبل الانضمام والتواجد في محفل عالمي زي كاس العالم روسيا في الصيف القادم. ايضا وليد ازار يمكن حبيت اطمن منه هل تلقى ايضا اختار من المنتخب المغربي بخصوص انضمامه للمعسكر خلال الفتره القادمه؟ قال لي يوم 8 مارس بعد غد باذن الله منتظر تلقي اتصال تليفوني او خطاب رسمي من الاتحاد المغربي او تحديدا هو قال لي خطاب رسمي لان هناك في المغرب او تحديدا هيرفي رونار المدير الفني المغربي ما بيتصلش او يعني ما بيتعاملش مع اللعيبه الدوليين قبل المعسكرات بشكل الا من خلال خطابات لانه بينتظر لغايه الموعد الرسمي اخر يوم عشان يتلقى خطاب وقال لنا لدي مؤشرات ولدي معلومات ان المنتخب المغربي بالتاكيد سيتلقى خطاب او سيرسل خطاب لدم ازارو في المعسكر القادم بالنسبه للمنتخب المغربي. اذا ثلاثه لاعبين دوليين من النادي الاهلي بالتاكيد وجودهم مع منتخباتهم في المرحله القادمه ده شيء ايجابي جدا والنهارده كمان في الاستعداد لمباراه مونانا الجابوني ده عامل حاله الفه وحاله سعاده بين لاعبي النادي الاهلي مع اللاعبين الدوليين علي معلول وجونيور اجايي ووليد ازارو وبالتاكيد كمان بالنسبه للنادي الاهلي في المرحله القادمه وجود لاعيبه دوليين في كاس العالم ده بيدي كمان مدخل مادي كبير جدا بالنسبه للنادي الاهلي من قبل الاتحاد الدولي فيفا ده شيء ايجابي بالنسبه للنادي الاهلي. فريق النادي الاهلي يمكن بعد حوالي ساعتين بالظبط هيكون في المحاضره الرئيسيه وقبل المحاضره هيكون كافي بريك يعني بسيط او خفيف كان دكتور هاني وهبه اخصائي التغذيه تم التنسيق من خلاله مع الجهاز الفني واللاعبين خاصه المباراه هتكون الساعه 8 في محتاجين ان هم يعملوا كافي بريك قبل المحاضره وبعد المحاضره باذن الله الفريق هيتوجه لاستاد القاهره وفي عزله تامه بالنسبه للاعبي النادي الاهلي في احدى طبعا الادوار هنا داخل فندق الاقامه بعيدين تماما عن نزلاء الفندق وده شيء متابع في كل مباراه يعني مباراة مونانا أو أي مباريات الجهاز الفني قال لي إن المباريات كلها للفريق بيتواجد في منطقة منعزلة تماما عن أي مكان في نزلاء استعدادا للمباريات وإن الفريق بإذن الله يكون جاهز وتركيزه الكامل في المباراة الأفريقية. دي كانت الأجواء تلك هي الصورة الآن داخل فندق إقامة فريق النادي الأهلي وأنقل الكاميرا بالمايك الآن إلى زميلي أمير هشام وكواليس أمير هناك مع فريق مونانا الجابوني. إليك الكلمة أمير. بشكرك زميلي محمد سعيد بجدد التحيه بيك يا كابتن فاروق وبضيوفك طبعا في الاستوديو بكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. خلاص ساعات قليله وتنطلق مباراه النادي الاهلي وفريق مونانا الجابوني في ذهاب دور 32 من دوري ابطال افريقيا. احنا الان متواجدين في مقر اقامه فريق مونانا اللي بيستعد من خلاله لهذه المباراه لكن خليني سريعا اقول لك الجديد هنا في مقر الاقامه. يمكن هم كان عندهم محاضره ابتدت في تمام الساعه الثانيه ظهرا لكن المحاضره يمكن طولت شويه قعدت حوالي ساعة إلا ربع بالتحديد 45 دقيقة بعدها مباشرة طبعا توجهوا لتناول وجبة الغداء بالنسبة لهم لكن الواضح إن المحاضرة مطولت إن في تعليمات كبيرة جدا من المدير الفني طبعا مستر كيفن أوبونكا المدير الفني لفريق مونانا الجابوني اكيد هيكون ليه شكل تكتيكي معين يبتدي بيه هذه المباراه خصوصا ان هو بيلعب خارج ارضه هنا في استاد القاهره وسط جمهور النادي الاهلي وبيطمح ان هو يحقق نتيجه ايجابيه طبعا من خلال مباراه اليوم وده اللي ان شاء الله نتمنى انه ما يحصلش لكن الامور بالنسبه لهم هنا ماشيه بشكل جيد جدا مستعدين بشكل كبير لهذه المباراه. طبعا بعد ما تناولوا وجبه الغداء توجهوا طبعا الغرف الخاصه بهم مباشره وهينزلوا في تمام الساعه السادسه طبعا الا ربع عشان يتحركوا مباشره
لاستاد القاهره الدولي ويخوض هذه المباراه المرتقبه امام النادي الاهلي، واللي اكيد بنتمنى فيها كل التوفيق للنادي الاهلي، تكون خطوه مهمه بالنسبه له وبدايه قويه بالنسبه للنادي الاهلي في بطوله دوري ابطال افريقيا نحو تحقيق حلم اللقب رقم 9 للنادي الاهلي في تاريخ بطولاته من دوري ابطال افريقيا. ده كل الجديد عندنا هنا كابتن فاروق في مقر اقامه فريق منانا الجابوني. طبعا نروح بسرعه سريعا لزميلي محمد توفيق في استاد القاهره عشان يقول لنا ايه الجديد عنده. اتفضل يا محمد. هشام، برحب بحضرتك كابتن محمد فاروق مره ثانيه وبضيوفك الكرام، كل مشاهدي ملعب الاهلي في كل مكان. الاجواء داخل استاد القاهره وتحت شعار الطريق الى البطوله التاسعه اصبحت اكثر من رائعه، درجه الحراره بدات تميل الى الاعتدال، الجو بقى اكثر من رائع داخل استاد القاهره، مدرجات استاد القاهره بدات تتزين بدخول جمهور النادي الاهلي في المكان المخصص ليه بمدرجات الدرجه الثانيه، الاجواء اكثر من رائعه، التنظيم اكثر من رائع. تحدثت مع الجمهور اللي داخل المدرجات الان، سألتهم عن الدخول وهل في مشاكل في الدخول، أكدوا لي أن الدخول بيتم بكل يسر وسهولة، الأمن متعاون جدا، الأمن منتشر في جميع جنبات الاستاد للحفاظ على أرواح الجمهور واللاعبين والأجهزة الفنية وخروج المباراة بالشكل الذي يليق بالنادي الأهلي. الأجواء كلها رائعة، الأجواء إن شاء الله تبشر بأداء مباراة رائعة، إن شاء الله تكتمل بفوز النادي الأهلي وبداية قوية نحو الطريق للبطولة التاسعة. ده كل اللي لدينا الآن كابتن محمد فاروق، ونلقي الكلمة للزميل أحمد كوان بالنادي الأهلي بالجزيرة. توفيق، وما زلنا داخل مقر النادي الاهلي فرع الجزيره مترقبين الحدث الذي سيبدا بعد 80 دقيقه من الان، البطوله الافريقيه للسيدات الطايره. مجلس اداره النادي الاهلي عامل مجهود جبار في هذا المساء لاستقبال هذا الحدث الذي يضم 19 نادي من مختلف الفرق وايضا المشاركين عدد كبير جدا من المنتخبات والانديه الافريقيه. حدث مجهود غير رائع غير عادي بيقدمه مجلس إدارة النادي الأهلي، وأيضا جماهيره النهاردة المترقبة حالة من الثقة والسعادة في فريق النادي الأهلي أمام منانا الجابوني في مساء اليوم داخل استاد القاهرة. يمكن دي الأجواء اللي بتعيشها النادي الأهلي. النادي الأهلي بعد 80 دقيقة كما ذكرت ستزدى الستار على افتتاح البطولة داخل صالة الأمير عبدالله فيصل. يمكن هي دي الأجواء اللي بتعيشها إدارة النادي الأهلي التي ستمتع كل عشاقه في هذا المساء من حلاوة ومتعة البطولة الإفريقية لكرة الطائرة وحلاوة ومتعة كرة القدم من خلال فريقه الأول أمام منانا الجابوني. لك الكلمة زميل عزيز محمد فاروق، وهذا هو ما لدينا داخل